الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا لقاء من لقاءات يوم السبت حول تفسير آيات القرآن الكريم من خلال كتاب التفسير. تعلمون حضراتكم أننا ما زلنا في المقدمات، نحن نلتزم بالمقدمات التي كتبها المفسر، قد وضع لنفسه مقدمتين بعد التمهيد. والمقدمة الأولى من هاتين المقدمتين وضع فيها 12 بحث، وسمى كل بحث منها بابا. ونحن الآن أمام البحث الثالث من أبحاث هذه المقدمة الأولى. الشيخ جعل هذا البحث الثالث، خصصه للمقاصد القرآنية. القرآن له موضوعات يتحدث فيها، هذه المقاصد القرآنية أو الموضوعات الشيخ عايز يحدد. قبل أن ندخل إلى موضوعنا، لقد لاحظت أن الكتاب يحتاج إلى خدمة، وتمنيت ان احنا يتقلنا اكثر من لقاء حول الكتاب في الاسبوع الواحد. وببركه القران الكريم اهبلنا عرض من مسجد النور الى جواركم، يبقى نعمل فيه المحاضره الثانيه علشان نتمكن من قراءه النص، لانه يحتاج إلى خدمة. والشيخ رحمه الله قد كتبه، ونحن علينا أن نقوم بخدمة هذا الكتاب، ولا يتأتى الخدمة إلا إذا كنا هنقرا النص. بعد ما نقول المحاضرة نقرا النص. لو قرأنا النص هيبان قد إيه الكتاب بيحتاج إلى خدمة تتعلق بضبط اللفظ مع المعنى. وربنا يتولانا ويتولاكم ان شاء الله بفضله ومنه وكرمه، فان يسر الله لنا وانشانا المحاضره الثانيه في مسجد النور ان شاء الله، يبقى نقوم بهذه الخدمه. ان ما كانش نبقى نعملها ان شاء الله اما في الازهر واما في المضيافة إن شاء الله. المهم، البحث السادس أو الباب الثالث زي ما سماه الشيخ هيكلمني عن مقاصد القرآن. هو القرآن له مقاصد. الشيخ يقول أنا هقول لكم مقاصد القرآن مرتين. الشيخ يقول أنا هقول لكم مقاصد القرآن مرتين. المرة الأولى إجمالا، والمرة الثانية تفصيلا، علشان لما نخش جوه القرآن نبقى عارفين القرآن بيتكلم في إيه.
واحنا هنمشي مع الشيخ. ايه بقى يا سيدنا الجانب الاجمالي من مقاصد القران الكريم اللي انت عايز تقوله لنا اجمالا؟ قال القران الكريم جاء فقط لامرين اجمالا. الامر الاول انه يطالب العباد بالعباده لله، والامر الثاني انه يسلك بالعباد المسالك التي تجعلهم يعبدون ربهم. يبقى الجانب الاول يبين لي كيفيه عباده الله. انا عايز العباد يعبدوا ربنا، القران يقول كده يعني، فيبين لهم ازاي يعبدوا الله عز وجل. الجانب الثاني الانسان قد يتفلت، الانسان قد تغلبه نفسه، فما الوسيله التي تجعله يعبد ربه؟ القران يشرح دي ويشرح دي، هما دول الاثنين على الاجمال كما يرى الشيخ اللي بيدوني مقاصد القران، المعاني التي يتحدث فيها القران. حكايه ان العبد يعبد ربنا، الشيخ لفت نظرنا الى شيء جميل. طالما نادينا به يا اخوانا، ربنا لما خلقنا خلقنا من حاجتين، خلقنا من قبضه من طين الارض، وخلقنا من نفخه من روح الله. القبضه اللي من طين الارض خلق منها جسم، فما من عنصر من عناصر الماده الا ودليله ممثلا في جسمك. النسب مختلفة نعم، ولكنها منضبطة. فإذا ما حدث اضطراب لهذه النسب بنسب تمثيل العناصر في جسمك يحصل لنا خلل. قبضة من طين الأرض على كل حال منها هذا الجسم. النفخة من روح الله فيها السر بتاعك اللي جواك. لما بتفكر بيكون اللي شغال النفخة من روح الله. لما بتحب أو تكره بيكون اللي شغال النفخة من روح الله. لما تتخيل بيكون اللي شغال النفخة من روح الله. لما تنفعل يكون اللي شغال النفخة من روح الله. لما تبقى عندك عاطفة يبقى اللي شغال النفخة من روح الله. نفخة من روح الله لو سألت عنها هتلاقي المسائل صعبة على الفهم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لو سألت عن القلب، مش القلب الصنوبري اللي في صدرك، إنما القلب الذي هو المعنى اللي جواك حقيقتك، مش هتبتدي تعرف لأنك هتحتار، القلب ده فين؟ لو سألت عن النفس مش هتعرف. لو سألت عن العقل، النفس، القلب، الروح، مش هتعرف. لأن دي أسرار كلها مرتبطة بالنفخة من روح الله. أنا أسأل بقى، لما أنت عرفت إنه إن أنت نفخة من روح الله وقبضة من طين الأرض، والاتنين ربنا اللي خلقهم فيك، إن أراد الله أن يكلفك، ما زلنا
كلام الشيخ. هو ما فصلش هذا التفصيل، لكن انا عايز اوقفك على عبارة. اذا حبينا ان احنا نسألك، ان اراد الله عز وجل ان يكلفك، ان يكلفني، ان يكلفه، ان يكلفهما، ان يكلفهم، ان يكلفهن، ان اراد الله ان يكلف العباد يوم يعمل ايه؟ يكلف القبضة اللي من طين الأرض عشان تسجد وتركع وتخشع، ولا يكلف النفخة اللي من روح الله؟ الجواب يا إخوانا، ما ينفعش تقول لي الله كلف القبضة من طين الأرض لوحدها، ولا ينفع تقول لي الله عز وجل كلف النفخة من روح الله وحدها، وإنما الله سبحانه وتعالى كلف الاثنين مع بعض، بس كل واحد باللي يناسبه. لما يجي يكلف النفخة من روح الله التكاليف ما هيش مادية، ويجي سيدنا جبريل يقول لسيدنا النبي يا رسول الله ما الإيمان؟ يقوم سيدنا النبي يقول له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. دول ست. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله. الستة دول ولا واحدة فيهم بتؤدى مادية. الإيمان بالله شغل العقل والقلب. الإيمان بالعلاقة بين الله ورسله شغل العقل والقلب. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب المنزلة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، كل شغل العقل والقلب. إذن هذا هو تكليف للنفخة من روح الله. يقوم سيدنا جبريل يقول له يا رسول الله طيب أنت كده صدقت، لكن ما الإسلام؟ يقوم سيدنا النبي يقول له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، تشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله يعني، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. دول خمسة. إن شفت الأولانية تبقى شغلة اللسان، اللسان مادة. وإن شفت الثانية تلاقيها عبادة جسمية فيها ركوع وسجود وكلام وقعدة وقيام وكلام. وإن شفت أداء الزكاة علاقة مالية وهي مادة. إن شفت الصيام هي علاقة جسمية بس سلبية لامتناع. إن شفت الحج تلاقي شاغل الجسم والمال مع بعض كله. إذن الخمسة دول بتعملهم الإيه؟ القبضة اللي من طين الأرض. يبقى القبضة اللي من طين الأرض بتعمل. هننتهي من اللي أنا بقوله إلى العبارة اللي قالها الشيخ. عبارة مختصرة لأنه يخاطب أناسا الشأن فيه أنهم قرأوا التفاسير، لأنه مختصر شوية. بيقول إيه؟ بيقول يا ناس أنا هكلمكم عن أهداف القرآن مرة بالاختصار ومرة بالتفصيل، علشان اللي يعجبه دي ياخدها واللي يعجبه دي ياخدها. المرة اللي باختصار ايه يا مولانا؟ قال اهو خد بقى المرة باختصار على خلفية اللي قلتهولك. المرة باختصار قال اهو حاجتين.
ايه؟ الحاجة الأولانية بيعرفنا ازاي نعبد ربنا. الحاجة الثانية يصطنع لنا من المناهي والأساليب ما يجعلنا نعبد ربنا وما ننفلتش من العبادة. لأن الواحد ممكن نفسه تغلبه، الدنيا تغلبه، يقوم القرآن يعمل له منهج يخليه ما فيش حاجة تغلبه، إلا إذا كان شرس بقى معاند. يعني بيعرفنا العبادة يا مولانا الشيخ محمد النعم، لهي العبادة إيه؟ أو بقى الشيخ هيقول قال العبادة نوعان، عبارة مختصرة بقى خالص على الخلفية اللي أنا قلتها لك حتى. عبادة نوعان، إيه النوعين؟ قال النوع الأول الأساس، الاعتقاد، الإيمان، دول ده النوع الأول. نكمل على عبارة الشيخ ونقول وهذا الجانب من العبادة لا يقوم به إلا القلب والعقل والروح والنفس، كل واحد. إيه الواحد؟ هو النفخة من روح الله. طيب الجانب الثاني من العبادة هي الفروع، التكليفات الظاهرة، الشهادتين، الصلاة، الصوم، الحج، اللي إلى آخره. وهذا الجانب اللي بيتولى القيام به الأعضاء، الركوع عايز أعضاء، السجود عايز أعضاء، الوقوف عايز أعضاء، حتى الكلام اللي في الصلاة عايز أعضاء. كل ده يرجع لشيء واحد وهو القبضة من طين الأرض. آدي القرآن يبين لنا عبادة كل حاجة من دول. ما هو مش هيشرحها بقى لأن جاية جوه التفسير. هو بس بيبين لك التفسير عايز إيه، القرآن عايز إيه. القسم الثاني اللي هو إيه؟ المنهج اللي يخليني أنا ما انفلتش من العبادة. أنا ما انفلتش من العبادة لأن ممكن الأهواء تغلبني زي ما قلت لك، يوم ربنا يقول لك خلاص تعالى ما أوريك. هتوريني إيه يا رب؟ قال حوري لك اللي ينتظرك. إيه اللي بينتظرني؟ قال أحد أمرين تختار أنت واحد منهم، إما أن تنتظر خيرك في الدنيا والآخرة ونضمن لك دي، ده بقى من اللي بيتكلم بقى ربنا، وإما أن تنتظر الهلاك في الدنيا والآخرة مهما كنت في بحبوحة من العيش، وأنا اللي حوصل لك دي. يبقى علشان ربنا يحملنا على العبادة حملا لمصلحتنا، يبقى يجيب لي في القرآن حاجتين: الوعد والوعيد. تحت الوعد، تحت باطن الوعد، داخل عباية الوعد الخير اللي في الدنيا والآخرة، وتحت عباية الوعيد نسأل الله العافية. أو أنت عرفت بقى الحكاية إن تحت الوعيد معروف. ملاحظة يقولها الشيخ إنه ما من مكان يتحدث فيه الله عن الوعد إلا ويجيب الوعيد. ليه؟ هل علشان يربينا بجناحين من أجنحة التربية؟ من لم ينفعه
عليه الإغراء يجيب التهديد. من لم ينفعه الإغراء التهديد يلحق، وممكن يلحق بالكلام ده كله إن القرآن الكريم يجيب لنا سنن الأولين من خلال القصص. مولانا الشيخ محمد يقول إن هذا هو المقصد على وجه الإجمال، مقاصد القرآن كلها جبتها لك في الجملتين دول، هتشرحهم يا مولانا؟ قال لا. ليه؟ قال أمال التفسير كل الكتاب بقى من هنا لغايه آخر الكتاب هنعمل إيه؟ ده إحنا في التفسير مش هنعمل غير كده، نبين هذه المقاصد اللي أنا أجملتها لك إجمالا. طيب يا مولانا الشيخ افتحها شوية، خلينا شوية تفصيل. قال طيب عد بقى على صوابعك. عد ايه؟ قال ما انا هجيب لك بقى اللي انا قلته اجمالا ده، اعده لك عد على صوابعك. طيب يا سيدنا الشيخ قول. قال نمرة واحد أعرفك يعني إيه ربنا؟ تعرفني؟ أي هو أنا أقدر أعرف ربنا؟ قال لا ما تقدرش، بس في جوانب أتحت لعقلك أن يأتي بها، وجوانب أخرى أنا بقى اللي هكلمك عن نفسي. ربنا يقول لنا كده. فالأمر الذي أتحت لك أن تعرفه ابحث عنه، دور عليه، والأمر اللي أنا ما فتحت لكش الباب عشان تعرفه لأنه أكبر منك، أكبر منك أنا بقى اللي هقوله لك. يبقى ربنا أكرمنا في النقطة دي مرتين. المرة الأولى إيه؟ أنه أعاننا على أن ندرك بعضا من المسائل التي تتصل بالربوبية. بالله يعني. الجانب الثاني قال ده أكبر من طاقتك. طيب هتكلفني به يا رب؟ قال لا. ليه؟ قال ما دام اكبر من طاقتك يبقى تكليفك به يضرك. ركز ركز ارجوك على ملحظ الشيخ اللي هنا واحنا نفتحه سنه، علشان احنا قلبنا المعايير وشاكسنا الطبيعه ودخلنا في مداخل هي الى التهلكة اقرب. ايه الحكاية؟ الحكاية الله عز وجل قال لك انا افتح لك باب تقدر تتعرف علي منه وبس، ثم بعد كده الابواب اللي جاية ما يتصل بالله عز وجل بالربوبية دي ما يتصل بربك ويكون فوق طاقتك انا بقى اللي حوله لك. انعم علينا حين يسر لنا وانعم علينا حين تولى تعريفنا عنه بنفسه. ودي والله نعم كبيرة خالص. ايه الباب اللي فتحته قلنا يا ربي؟ عبارة الشيخ صحيح مختصرة قوي، لكن يا اخوانا حلو فيها طعام ورشاد. بيقول ايه الشيخ؟ بيقول ربنا فتح لك باب عشان تعرف من خلاله ربك. قول لي بقى، قول لي بقى يا مولانا ايه الباب اللي فتحهولي ربنا علشان اعرف به انه موجود؟ هوقفك انا بقى شويه.
علشان نفهم سوا مع بعض. هوقفك وبعدين نكمل مع الشيخ. هتوقفني ليه يا مولانا؟ ما تسيبني اكمل مع الشيخ. قال ما انا هكمل معاك بس اصحابني امشي معايا ان شاء الله لن اضلك. ربنا له نوعين يا اخوانا من انواع الفعل انا عايزهم في المقدمه دي بتاع الشيخ. اشار الشيخ اليهما بطرف صبره ومشي. طب ما الاشاره دي مش هفهمها. ما احنا بنقول لك اهو خلي بالك معانا. الله عز وجل له نوعين من انواع الفعل، وكل فعل ربنا. النوع الاولاني جعلوا على قوانين، احط حته خشبه في الميه الاقي منها جزء طافي والجزء الثاني غاطس، احط سفينه حديد في الميه الاقي جزء غاطس وجزء طافي، الاقي مركب شراعيه حطها في الميه الاقي جزء طافي وجزء غاطس. كل دول من حته الخشب اللي حطيتها الى العماليق من السفن الى ما بينهما، الكل حكم قانون واحد يسمى قانون الطفو. قانون واحد تلاقيه في حته الخشبه بنسبها، وتلاقيه في الاعلام اللي ماشيه في البحر اللي شايله مئات الاطنان برضه بنسبها، وتلاقيه فيما بين العماليق وقطعه الخشب اللي كلمتك عليها. ويلفت نظرك القران الى كل هذا. فهو يلفت نظرك الى السفينه تمشي في البحر كالاعلام، فان علمت يوم سال فباي الاء ربكما تكذبان. يوم الجن يقولوا ايه؟ لا باي الائك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. نوعين من الفعل، انا اجيب كوره في ايدي واضربها في الحيط اللي قدامي تقوم ترجع عليا، اقيس قوتها وهي راحه واقيس قوتها وهي راجعه. الطفل يمسك الكوره هو نفسه ويضربها في الحيط، أقيس قوتها وهي رايحة وأقيس قوتها وهي راجعة. ألاقي هذا كله محكوم بقانون واحد وهو قانون الفعل ورد الفعل. مش هقول كتير، أنتوا عارفين الحكاية كلها. ده اسمه إيه؟ اسمه سنن الله الجارية في المال. سنن الله الجارية في المال وسنن الله، بس احنا افلانين. ولله سنن جارية في الاجتماع، يعني احنا عايشين في جماعة، ربنا برضو مدينا سنن ما يجعلهاش تتخلف. ولذلك في غزوة أحد لما الصحابة ما خدوش بسنن الله الجارية في الاجتماع اتهزم، وانتصر الكافرون لأنهم أخذوا بسنن الله الجارية في الاجتماع. هنا عايز أنا أجيب لك نوع ثاني بقى من الفعل، بس ربنا ما بيكرروش. موسى عليه السلام ضرب
الصين، تعرف يعني ايه فلق الصين؟ يعني الميه تشوينت وهي سائله. احنا عندنا الماده ثلاث انواع، ماده جامده وماده غازيه وماده سائله. الماده السائله دي محكومه بقانون يسمى قانون الاستطراق، لازم صفحها يبقى واحد. فلما يجي ربنا يقول له يا موسى اضرب بعصاك البحر، وربنا يقول فانفلق، تبقى الميه تشونت يعني ثابت قانون الاستطراق بتاعها. كان الجماعه اللي ماشيين مع سيدنا موسى، كان الواحد منهم هو ماشي يلاقي جنبه يمين وشمال كالطود العظيم اللي بيتكلم ربنا بقى بشنه. فكان كل فرق كالطود العظيم. كان يقوم الواحد منهم يشمر دراعه ويدخله في الميه لانه مش مصدق. دي ما تكررش النبي تاني من الانبياء، تتشوه الميه، لان لو تكررت تبقى محتاجه قانون من قوانين من القوانين الجاريه ويتحول بقى. اذا الماء ما عادش يبقى حجمه قانون الاستطراق. سيدنا ابراهيم اسمه قابل للاحتراق، يدخل النار يقعد فيها كم؟ 40 يوم والنار ما بتقع، لانه قيل لها يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. سيدنا اسماعيل اسمه قابل للقطع والسكين حاده تقطع، ولكن ربنا امر لن افعل دي اسمها سنن الله الخارقه. النوعين دول من الفعل انا محتاجهم دلوقتي وانا ماشي ورا الشيخ محمد مولانا في كتاب التسهيل. ليه؟ لانه حيشير بطرف البنان بطرف الاصبع الى ايه؟ الى كل واحد منهما ولا يشرحش. بيقول ايه؟ بيقول انا حديلك مقاصد القرآن الكريم على التفصيل وتعد على صواب. أول حاجة القرآن هيكلمنا عن الله بس في اتجاهين، اتجاه يحطنا فيه ويقول لي امشي لوحدك، والاتجاه الثاني يقول لي اسمع لي عشان أقولك. والاثنين موجودين في القرآن الكريم، وهو يتحدث عن موضوعات خاصة بالله عز وجل. انت عايز تعرف ايه يا عبد؟ عايز اعرف ان ربنا موجود. ايوه. وما تعرف سنن الله الجارية؟ ايوه. امشي ورا سنن الله الجارية زي ما يعجبك، فستنتهي في كل واحدة منها إلى أن لها خالق خلقها. فاسأل بعد ما تلاقي الخالق ده، بعد ما تلاقي أنك أنت محتاج لمعرفة الخالق، قل من هو؟ فلن تستطيع أبدا أن تفهم إلا أن يكون وراء هذا الفعل الذي تطبقه القوانين إلا الله. ما القانون؟ القانون لا يفسر. لماذا تطفو قطعة الخشبة على المية؟ لأنك أنت هتقول بقى تبتدي تحسب الكتلة وتحسب بقى اللي هيطفو قد إيه واللي هينقص قد إيه، أنت بتفسر كده. لو مثلا جيت تقول لي ليه الكورة ما تعرفش لما تضربها في الحيطة ترجع إليك، بتقوم انت تشرح كيف كده اهو الكره هي ضربت ومرجع. لما ليه ما لهاش معنى؟ محدش يعرف يقولها. فكل القوانين اللي قدامك بتشرح كيف،
وليس هناك قانون واحد يشرح لما ما فيش. ومن أجل ذلك نشأ علم في الغرب وبقى في الشرق دلوقتي اسمه فلسفة العلوم. ايه مهمته العلم ده؟ انه بعد ما كل واحد يجيب الكشف بتاعه وينتهي من الكشوف بتاعته يقوم يسأل لماذا كل اللي كان بيسأله كيف خلاص ساعة ما يقول لما يقوم يسيب مادته وينقل إلى واحد متخصص في الإلهيات عشان يجاوب. من الأشياء الظريفة اللي قابلتني في حياتي وأنا لسه طالب كتاب، اللي قال لي في الكتاب ده ما عملش حاجة غير إنه كتب جواب وأرسل به إلى كل التخصصات اللي موجودة حواليه، اللي في النبات واللي في الطبيعة واللي في الأحياء واللي في الكيمياء واللي إلى آخره. صيغة الجواب واحد، قل لي أين تجد الله في تخصصك؟ كل واحد كان كاتب وقام مدين له الإجابات، محدش قابل حد، وكل واحد فاهم إن جاي له رسالة لوحده، وكان اللي بيدينه كان راجل مسؤول في الدين، مسؤول دين. فقام واخد كل الإجابات دي كلها ومبوبها وعمل لها مقدمة وطلعوا كتاب اسمه الله يتجلى في عصر العلم. الله يتجلى في عصر العلم، هذا الكتاب ترجم إلى اللغة العربية وقرأناه في شباب. جيد الكتاب، مفيد الكتاب، لأنه بيخاطب كل تخصص من خلال مصطلحات علمه هو. فيبقى أنت علشان تعرف إن ربنا موجود مهما تكثر الأدلة، لأن كثر الأدلة أمثلة، كثر الأدلة ما هي إلا مجرد أمثلة، إنما الحقيقة هي أن الله عز وجل قد دلت أفعاله المرتبطة بالقوانين على أنه موجود. هذه الدليل على وجود الله. طيب أنا بقى محتاج صفات ربنا أعرفها، قال أهو ده عيب. محتاج صفات ربنا تعرفها بنفسك؟ قال آه، زي ما عرفت إنه موجود بنفسك. لا، هو ده غلطتك اللي خلت أمتك اتقسمت وبقت شيع وبقت أحزاب. بص لأيام المبعث، بص لسيدنا النبي، بص للصحابة، تيجي تقول له أنا عايز أعرف صفة من صفات الله، يقول لك والله أنت تشوفها في القرآن وتقف عند حدود ما قال الله لك، أوعى تزور، أوعى تودينا في مشكلة. طيب يبقى صفات ربنا، أنت كل اللي يجب أنك تعرفه أن الله منزه عن كل نقص، ويجب لله كل كمال، والأمور المحتملة وجهين يجوز أن يفعل الله أحدهما بس. إنما تقول لي عايز أحلل نص متصل بذات الله، تحلله؟ أنت لا يجوز لك أن تحلل نصا متصلا بذات الله إلا إذا كنت محيطا بكل ظروفه
قادرا على ان تخلق له مجالا او مناخا تخلي التجربه تحكم. ربنا مش كده، ربنا مش كده، وعقلك مش هيقول كده. اما نعمل ايه؟ قال تسمع لربنا يقول لك. طب ربنا قال لي ايه؟ قال في القران هيقابلك حاجات كتيره قوي، هيقابلك ان الله عز وجل قادر، وانه مريد، وانه سميع وبصير، وانه حي، وانه متكلم الى اخره. هتقابلك الايات دي. افهم الايه في حدود ما اراد الله لك او ما كلفك الله به. احنا بقى في هذا الجانب عملنا حاجه عكسيه. الامر اللي ربنا كلفنا نعرفه تركناه، والامر اللي ربنا قال ان انا هعمله لكم انا بدأنا نشتغل احنا فيه. فما فهمنا الذي تركناه، ولا استطعنا ان نصل الى امر هو من اختصاص الله ان يحدثنا فيه. وهيقابلنا منا كثير ان كان لنا نصيب ان احنا نكمل مع بعض. قال الاولانيه، احنا بنتكلم دلوقتي افكركم بنتكلم في الجزء التفصيلي من الباب الثالث. الشيخ قال انا هكلمكم عن مقاصد القران الكريم اجمالا وتفصيلا، فخلصنا الاجمالي وخدنا من التفصيلي نمره واحد، وهو الحديث عن الالوهيه، عن الربوبيه، عن الله. قلنا ان هما جانبين. الجانب الاولاني تعرفه انك انت عايز تثبت ان الله موجود، والجانب الثاني ما تتكلمش فيه، خلي ربنا يقول لك. الحاجه اللي ربنا ما يقولهاش لك ما تدخلش فيها، لانك مش هتعرف. نمره اثنين، اثنين من ايه؟ من الاشياء التفصيليه من مقاصد القرآن الكريم. اثنين، هيكلمك عن سيدنا النبي وعن الأنبياء اللي قبله. أهو بقى سيدنا النبي والأنبياء اللي قبله، أهو بقى سيدنا النبي والأنبياء اللي قبله. أما يجي القرآن يكلمك ابقى تعرف إن هو عايز منك إيه؟ عايز منك تعرف النبي كان بيتغدى ايه؟ ويتعشى ايه؟ ويفطر الصبح ايه؟ ولما كان يمرض مين الطبيب اللي عالجه؟ ولما كان الكلام ده بقى. امال ايه اللي انت عايزه او اللي ربنا عايزه مني علشان اعرفه؟ تعرف العلاقه بين رسول الله وبين النبي، الجزء الذي يخصك منه. هو ربنا اختار النبي ليه؟ أو الأنبياء؟ اختار الأنبياء؟ آه. تعرف اختارهم ليه؟ لا يا رب قول لي. اختارهم علشان يديهم رسالة يبلغوها لك. الحتة دي بقى هي اللي عليك تفهمها. أفهم منها إيه؟ أن تعرف إن كان هذا صادق أو دعي. احنا عندنا ناس كتير خالص دلوقتي في هذا الزمان يقولون انهم انبياء في المجتمعات الاسلاميه. عد في العصر الحديث تلاقي واحد مثلا زي علي محمد الشيرازي ادعى انه نبي ورجع ادعى انه اله. عد اذا كان في ايران، وبعدين لما مات او قتل طلع واحد بعد منه اسمه حسين علي المازندران ادعى انه نبي، ثم وصلت الحكايه انه قال انه هو اله وانه البهاء اي المظهر لصفات الله. وده كان في ايران، ثم انتقل الى العراق، ثم انتقل من العراق الى تركيا، ثم انتقل من تركيا الى فلسطين المحتله.
وقبره هناك الآن. حتى قبر اللي قبله قبره هناك لأنه اتسرقت جثته واتنقلت في فلسطين المحتلة، اللي هو علي محمد الشيرازي. وفي العصر الحديث في الإسلام في الهند طلع واحد اسمه غلام أحمد القدياني، اللي عامل القديانية واللي ليه محطة دلوقتي بيتغش فيها مخاليق ربنا على الفضائيات، اسمها الأحمدية. وأنت تظن إن الأحمدية دي هي نسبة إلى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فمش صحيح. إنما الأحمدية نسبة لغلام أحمد القدياني، وبعدين القديانية اتشقت نصين وقلق. أنا عايز أقول لك أنت مهمتك في هذا الجزء العقائدي الثاني أن تعلم إن كان الذي ادعى أنه من عند الله عز وجل مرسل من قبل ربه هو نبي ولا لا. طب وأنا عرفت إزاي يا ربي؟ قال أيوة أنت كده عاقل. أما تسأل ربنا وتقول له عرفها إزاي يا ربي تبقى أنت كده راجل عاقل، لأنك توجهت بالسؤال إلى من يملك الإجابة عليه. يوم ربنا يقول لك ايه؟ لما يجي لك نبي ويقول لك انا مرسل من قبل ربي، قل له ما الاماره؟ احنا عندنا في مصر نقول اماره. القران الكريم يسميها ايه، علماء الكلام يسمونها معجزه. ايه الاماره؟ انا لو انا عايزك تجيب لي حاجه من بيتي هقوم اقول لك روح هات الحاجه من هناك، هم ما يعرفوش. تقول لهم انا جاي من عند الشيخ. طيب بأمرك ايه؟ يقوم بقى تقول لهم بقى ان الفلوس اللي محطوطه تحت البلاطه رقم 6 من عند الباب الفلاني هاتوه. نقبك على شو. المهم يوم هم يعرفوا بقى فعلا الحكايه دي فين وهم مطلعين لك الحاجه وقتها لك، لانه لا يعرف هذا هذه الاماره الا انا وهم بعد الله عز وجل. لله المثل الاعلى. سيدنا النبي محمد والانبياء السابقين، علشان الواحد منهم يجيب يقول ان انا من عند ربنا، نقوم نقول له هنعرفه ازاي يا ربي؟ نقوم احنا بقى نقول لك انت عارف، لانك اتجهت بالسؤال الى الله. ربنا بقى هيدي لك اماره معاك. الاماره دي ما يعملهاش الا ربنا بس. فان جابها لك خير وبركه، يبقى صادق. وان ما جابها لكش يبقى كذبه وعكس التبع. الأنبياء السابقين قبل سيدنا النبي، الأنبياء السابقين قبل سيدنا رسول الله، كان ربنا بيديهم أمارات مادية. روح لقومك يا موسى. طيب هيقول لهم أمارة إيه يا رب؟ العصا والعنب اللي بالك تعبان. حط ايدك تحت باطك تخرج بيضاء من غير سوء. اضرب بعصاك البحر ينفلق البحر. الجماعه دول لما عكسوك قلبنا لهم الميه دم. لما عكسوك قمنا عملنا لهم بقى الحشرات اللي طلعت لهم القمه المطلقات. وهكذا. ابراهيم اقول لهم ايه يا ربي؟ قول لهم انك نبي. هيقولوا لي الاماره. يقولك النار ولا تتحرقش. قال ابنك يتذبح بالسكين ما تقطعش. لا. كل واحد من الانبياء اللي جم قبل سيدنا النبي جات لهم حاجات ماديه. الى سيدنا عيسى.
حيقولوا لي يا ربي ايه العلامة؟ قال له انت بقى هتخلي الاعمى يفتح بس بامر الله، هتاخد قطعة من الطين وتقسمها على هيئة طائر من الطيور تنفق فيه يصير طيرا بس بامر الله. الابرق الابرق الابرص والاكمى دول تزيد امرهم باذن الله، اكمى اللي هو الاعمى يعني. وهنا كانت الحاجات كلها ماديه. اعرفوها ان اي اماره اي معجزه اي ايه يعني كل واحد ما تجيبش نتيجتها عندي الا اذا شفتها بنفسي، انما لو حد حكالي ما تجيبش النتيجه دي الا اذا كان الحاكي واحدا هو الله بس، لانه كلام ربنا بمنزله الرؤيه البصريه بل اشد. خلاص كده قال الا سيدنا النبي محمد الا لا يمكن. وخلي بالك ان اللي ما بياخدش باله بيتعبه. سيدنا النبي محمد بقول الا ليه؟ قال لان ربنا اداله المعجزه الماديه لكن لا لاثبات النبوه، ورجع اداله المعجزه غير الماديه لاثبات نبوته لما كانوا يطلبون ماده عشان يثبتوا بها النبوه كان ربنا يرفض. لكن في الاوقات العاديه يدي للنبي معجزات مادية فقط لرفع كرامته وشأنه، بيخطب في المسلمين يتعمل له منبر، ساعة ما يسيب المنبر يقوم الجزع يبكي بكاء الطفل والناس يسمعون وروى هذه المعجزة سبعة من الصحابة. يبقى قاعد مع سيدنا أبو بكر وكده شوية حصى في إيده يقوم يسبح، ساعة ما يسبحوا يقوم عينهم في ايد غير، يسبحوا في ايد غير، يسبحوا في ايد غير. دي كلها معجزات لا لإثبات النبوة، وإنما لرفع شأن رسول الله وهو مرفوع. أيضا لما يبقى في الحديبية اللي انت سميتها دلوقتي الشميسي، وانا عندي حنين الى كل مسؤول في السعوديه ان هو يرجع الاسم القديم تاني، لان الاسم القديم اللي هو الحديبيه هي على الطريق للي جاي من جده ورايح مكه يقابل الشميسي عند منطقه تفتيش. هذه المنطقه هي منطقه الحديبيه، وهي لها في التاريخ اثر اتمنى على الله ان يمد لي في العمر، وكمان يهيئ لي من الاسباب ان انا اكتبها قبل الممات. وضع في التاريخ لا يقل ابدا عن غزوه بدر، ولا يقلني ابدا عن يعني في تحويله تحويل. فلذلك سيدنا النبي قال لما قالوا له الدبه بتاعتك غيرت اخلاقها، ام قال ما خلقت وما كان لها هذا بخلق، امال ايه اللي حصل يا رسول الله؟ قال حبسها حابس الفيل. اربط انت بقى يا ناصح بين حابس الفيل وصلح الحديبيه، واربط يا ناصح بين بدر التي هي يوم الفرقان والحديبيه. الحديبيه الوقت غيرت اسمها واسمع الشميسي، اتمنى على الله ان يرجع لك اسم القديم كده. ما هوش موضوعنا. انما سيدنا النبي في الحديبيه لما قالوا له ما عندناش ميه، قال لهم ادوا له شويه ميه في اي اناء. فتح النبي صوابعه كده وحطها في الماء الموجوده، ففار الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكل من شرب جرعه من ماء نبعت من بين الاصابع الشريفه.
الشافعية. الشافعية لما يجي يعد أنواع المية هيعد بقى المية كذا ومية كذا ومية كذا. أول مية يعدها الماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. خليه دي كلها معجزات لسيدنا النبي، لكن هي مادية زي إخوان. لما يجي حد يقول لي الشيخ بيقول إن سيدنا النبي حرم من المعجزة المادية، أقول له كذبت علي كما كذبت من قبل على الشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده ما قالش أبدا إن سيدنا النبي حرم من المعجزات المادية، إنما قال ما أقول لك إن سيدنا النبي جات له المعجزة المادية ولم يكن التركيز عليها في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أصل الأنبياء السابقين لما كانت تجي لهم المعجزة بالشكل ده، وبعدين النبي يمشي ويختلفون فيما بينهم حوالين النبي اللي مشي، يوم يحصل إيه؟ يوم يحصل إن ربنا يبعث نبي ذلك بمعجزة مادية دي. سيدنا النبي محمد بقى ساعة قال أني خاتم الأنبياء، يبقى لو احنا اختلفنا ما عادش ايه؟ ما عادش هيجي نبي تاني صح الموقف. يقوم ربنا يديله معجزة دائمة العطاء. ولذلك سيدنا النبي لما كانت دي معجزته ربنا قال له لتنذر أم القرى ومن حولها، انت حتى ولو كانت أمة اللي هتشيل. تاني قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. وإيه؟ ومن بعد؟ تفضل. على وجه التفصيل، واحد الكلام القرآن يعني القصد، المقصد الأول الكلام في الربوبية، المقصد الثاني الكلام في النبوة عامة ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة عشان هو خاتم. ثلاثة الكلام عن اليوم الآخر عن الحشر، ثم نجيب الأدلة على إثبات اليوم الآخر وعلى إثبات ما فيه من أهوال وعلى إثبات ما فيه من أحداث وعلى إثبات ما فيه من جزاء لثواب أو عقاب. بيتبع هذا الكلام كلام عن مقدمات يوم القيامة، أشراط الساعة وخلافه، هتلاقيه موجودة في القرآن. دول ثلاثة كده. الرابع أن القرآن الكريم يحدثنا عن العبادات، العبادات بما في هذه العبادات من تفاصيل، ثم يحدثنا القرآن الكريم عن الوعد وعن الوعيد، يحدثنا القرآن الكريم عن قصص الأنبياء وعن قصص غير الأنبياء كقصة أهل الكهف وغير ذلك. ليه بقى بيكلمنا عن قصص الأنبياء يا إخواننا؟ ليه؟ ليه ربنا يقول لنا قصص الأنبياء؟ يقول لك قصص الأنبياء يقول لك فيها أنت محتاج إلى قصص الأنبياء عشان تعرف الأولين أخبارهم إيه ونظامهم إيه ووضعهم إيه. لكن يجي واحد إليك يتعبك يقول لنا يا جماعة قولوا لنا هو القرآن بتتكرر فيه قصص الأنبياء ليه؟ بتتكرر فيه قصص الأنبياء ليه؟ لأنها مرة تأتي مجملة ومرة تأتي مفصلة. يقوم أنت تعرف بقى بلاغة الإيجاز وبلاغة الإطلاق، ودول فن اثنين من الفنون. تسأل برضه جايب لك قصة القرآن يكررها لك ليه؟ لأن في مواقف خاصة بالأنبياء
سيدنا النبي له ظروف والقرآن نازل منجم علشان كده. فنزول القصة في القرآن الكريم تتكرر علشان يدي للنبي اللي يريحه اللي كده. تتكرر القصة في القرآن الكريم كمان علشان أحيانا القرآن يجيب جزء من القصة والتاني يجيبه في مكان آخر. فلو أنت تجمع القصص من القرآن الكريم كله بقى في مكان واحد تقوم تشوف القصة شكلها إيه وعملت إيه والمواقف التي أحاطت بها في كل مرة. القرآن الكريم له مقاصد مفصلة. نيجي بعد كده بقى إلى باب آخر نتكلم فيه عن العلوم، علوم القرآن الكريم زي التفسير والقراءات وغيره 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 الآخر. إخواننا أكرر مرة أخرى إن الكتاب العبارات تحتاج إلى مراجعة مننا، ولن يكون ذلك إلا إذا قرأنا الكتاب معه. الأمر على هذا النحو إن شاء الله متروك لعناية الله سبحانه وتعالى وهو ولي التوفيق إلى أن يأذن الله بلقاء جديد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع مقتك وغضبك عنا، عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم إنا نسألك يا رب أن تعيننا على فهم كتابك وعلى أن تعيننا على أن نوصل هذا الفهم لعبادك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك أن تصبر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا قد عصيناك ونعترف بعصياننا، ولكنك تعلم يا ربنا أننا ما كفرنا منذ أسلمنا، فمن للعصاة سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وهيئ لنا أمورنا، وتول شأننا يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم وجزاكم الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.